على قدم وساق تجري مفوضية الانتخابات في كركوك استعداداتها لاستحقاق كانون الأول نهاية العام الحالي، حيث زادت من حملات توعية المواطنين بضرورة تحديث سجلات الناخبين. مكتب انتخابات كركوك اليوم أقام ندوة تثقيفية لتعريف الممثلين الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام عن تحديث سجل الناخبين والفترة المحددة لهذه العملية، وكذلك عن شرح آلية استمارات الترشيح بالنسبة للمرشحين لانتخابات مجالس المحافظات. بالنسبة لتوزيع البطاقات البيومترية أكثر من 96% تم توزيعها، وأيضا تم تحديث بيانات من المواليد الجدد، لحد الآن أكثر من 13,000 ناخب من المواليد الجدد. 74% هي نسبة التحديث بمحافظة كركوك، ومع بدء العد التنازلي لانتهاء فترة التحديث تستمر المساعي لزيادة نسبة المحدثين، لكن مراقبين يرون أن إحباط الشارع نتيجة التجارب السابقة قد يبقي نسبة المحدثين على وضعها الحالي. يعني نسبة كبيرة من العزوف للناخبين عن المشاركة بالانتخابات نظرا لحالة الإحباط التي وصل إليها الناخب من خلال وجوه قديمة ووجوه متكررة، هذه الوجوه أصبحت تخمة على المجتمع العراقي، فبالتالي الناخب يبحث عن وجوه جديدة. الناخب ما قام يثق بالمرشح ولا يثقون بالأحزاب، لأن كل ما يجينا إحنا مرشحين جدد يجونا ببرامج لكن هذه البرامج ما تطبق. الذين لا يرغبون بالتحديث هم الناس يعني مبتعدين عن الانتخابات ولا وليس لهم ميول سياسية أو لديهم عزوف أو موقف سابق عما حدثت في كركوك من عمليات كما ذكرناها عمليات غير نزيهة في الانتخابات أو تشويه سمعة الانتخابات. يتفق الشارع في كركوك على مصيرية الانتخابات المحلية بالنسبة للمحافظة، وما يثار من إشاعات حول تأجيلها تنفيه فعاليات مفوضية الانتخابات وتصاعد وتيرة التحركات السياسية. لقناة دجلة، محمد الصالح، كركوك.